وأما هذا الحبيب فهو المنصب الحبيب حسين بن عمر بن هادون قبل قليل أبو هان الذي تحدثنا عنه قبل قليل. أبو هذا الإمام حسين بن عمر بن هادون كان كذلك رجلا عالما حكيما. ويقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس صاحب حريضة منصب أن لم يوفي أحد حق المنصبة إلا اثنين فقط من العطاس، أعطوا المنصبة وأعطوا المقام حقه. اثنين قال في مناصب العطاس خلفاء الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس قاموا بالمنصبة والنقابة العلوية العطاسية أتم القيام، وهو الحبيب عبد الله بن أحمد بن زين في حريضة والحبيب حسين بن عمر بن هادون العطاس قاموا بأتم القيام. وكان هذا إمام ابن إمام وجاء بأولاد كثير، تولى بعده الحبيب أحمد بن حسين الذي سنكون إن شاء الله نزوره بعد قليل. فكان الحبيب حسين بن عمر له أيضا اللهم صل على سيدنا محمد حوط مكان هنا اسمه الحوطة أو الروضة، حوطها الحبيب بين الهجرين والمشهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأسرار هذا الإمام ويعطينا من سره في خير ولطف وعافية.